هناك. فقلت ايه طيب، رحت قلت لهم، قالوا لي لازم تبلغي الحكومه يكون تدور عليها، يعني تكون ماشيه ولا حاجه ندور. رحت الحكومه ودورت عليها، الحكومه دورت قالت لي ده بنتك عايشه. المهم قلت طيب ما فيش بقى يعني اي حاجه وانا محتاجه. قعدت السنه دي كلها وانا فكرت ان بنتي تكون عايشه في اي حته، الا ما اجي قبل العيد بتاع رمضان دلوقتي بثلاث ايام، لقيت بفتح حد بيخبط على الباب، لقيت الحكومه طالعه عليه اللي هو الفتره دي. فلقيت محمد الصغير معاهم عشان يعرفوه البيت، فخدوني في القسم. محمد ابنها؟ ابنها. هو عندها كم عيل؟ ما هم راحوا، هو الولد اللي اكتشف الجريمة. اربعه. الولد هو اللي اكتشف الجريمة؟ الولد اللي اكتشف، اللي قال لعمه امي هنا واخويا هنا. يعني هو شافها وهو بيقتلها؟ ايوه شاف، عارف الولاد، بس كان خايف من ابوه. لما ابوه ودوه مصحة اتخانق مع اخوه اللي ايه؟ ودوه مصحة. فقالوا لي ده عبده اتحبس، عبد الرحمن اتحبس، تعالي خدي حد من العيال. قلت لهم لا، لما الاقي بنتي ابقى اخدهم اللي اشيلهم الاربعه. جيت بقى ايه، ما سالتش. قالوا لي ده ادهم كمان مش لاقيينه. قلت طب دوروا عليه يمكن عايش في اي حته. راح اقول له سال ابوه، قال لهم ده هو عارف طريق امه وراح لها، سيبوه محدش يدور. وصدقوه. سكتنا بقى من السنه دي كده، مسكتنا. جه في عيد رمضان قبل العيد بثلاث ايام، جت الحكومه خبطت عليا وسالوني. ده العيد. خدوني قبل العيد. قبل العيد بثلاث ايام راحوا اخدوني وقالوا لي انت نصرة؟ قلت لهم طب تعالي معانا. لقيت محمد معاهم، بقول له يا محمد امك فين؟ امك عايشه لقيتوها؟ بجد؟ امي قال احنا حكومه يا حاج. قلت له امي عايشه؟ بنت عايشه يا بيه؟ قال لي عايشه. طب تعالي معانا عشان تعالي. طب هاتي بتاعتك وتعالي. هاتي فين جوزك؟ قلت له مش بيتكلم، انا اللي بتكلم، هو عنده جلطه. قال لي ماشي تعالي معانا. كانت الساعه 12 بالليل. رحت رايحه، خدوا اوكي. رحت الاسم ولا رحت فين؟ رحت فين الاسم؟ رحت اسم الفيشه؟ رحت قالوا لي تعالي، خدوني. نفس السؤال اللي انا كلمتك فيه دلوقتي، نفس كلمتهم. قلت لهم انا جيت بلغت وكده ودوروا وصدقوه، خدوه جوزها وقالوا عاش. بس تروحي وتجري، ما كنتش عارفه ان هي ماتت. يوم الوقفه بالليل كان صبيح العيد. ليه العيد ده؟ العيد احنا فيه اول امبارح. فبيقول لي يا حاج عايز حد يكون يكلمه. قلت له ما معيش حد، انا والراجل قاعدين مش بنتكلم. عايز ايه يا بنت؟ قال لي طب شوف لنا راجل. قلت له انا مش هنزل تحت واقول لك اجيب لك راجل من تحت، كلمني انا وانا اقول له. طب خد ابوها اهو وقول له في ايه. فبيقول لي المكابر فين بتاعتك يا حاج؟ قال لي ماتت ماتت يا ولد يا ولد يا بنتي يا بنتي يا بنتي. بقيت مش عارفه اعمل ايه، اروح لمين؟ اكلم مين؟ بقيت اتصل باختها، الحقيقة دي جوزك وتعالي، اختك ماتت. ياما مش انت قلت لي عايشه؟ قلت لهم هم قالوا لي عايشه، هم اللي قالوا لي عايشه. وفرحت وقعدت اقول هتيجي. شكيتي في جوزها؟ شكيتي فيه؟ ما شكتش، كنت عندي امل ان هي عايشه، ما شكتش ان هي كده، بس كنت مش عارفه لا اقول ميته ولا اقول حيه. ساعات اقول ميتت وحطها في حته بعيده، ساعات اقول يمكن حطها في الخزان، ساعات اقول يمكن حطها في اي مكان، ما كنتش عارفه اقول افكر ازاي. واحد بيقول لي بنتك عايشه، خلاص يا بنت مش عارفه. كل يوم هم انا بترجاك يا رب، اقعد على السلم كده بقول بترجاك يا رب تجيب لي دليل صغير. انا راضيه بامرك، لو عايشه انا راضيه بامرك، لو ميته انا راضيه بامرك، بس استريح عشان اعرف ان هي عايشه ولا ميته. لقيت قالوا بيقول لي روحي يا حاجه هات لنا تسريح بالدفنه وهات لنا كفان. الظابط ولا مين اللي بيقول لك؟ مين اللي كان بيقول لك كده؟ الظابط؟ ان واحد ده يعني الظابط قايل له قول لها يعني عشان ايه هو مش قادر يكلمني. فقلت له طب هي ازاي انت قلت لي ان هي كده؟ قال لي البقاء لله يا حاجه، انا ما عنديش معلومات ان اقول لك يعني ما ضربها. طب ما انت شفتيها؟ ما شفتش. هي بنادي من كام هنا؟ جثه كبيره كده اهو، كان اخوها شايل على حجره في البث، بس شايف ان مراته بيجي وحطيتها على حجره وراسها كده اهو ومربوطه بالكفان وشايلها في التاكس. هي يعني كانت منفوخه، يعني كانت مدفونه بقى لها فتره يعني.
لسه ده حاجه يعني ميتة من بدري، ميتة ميتة قريب مدفونة وطلعت زي ما هي حتة واحدة حتة واحدة لقيتها طويلة طويلة وابنها معاها؟ ابنها 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 خدوه هم خدوا عيلتهم هم جت الأول خدت ابنهم من المستشفى الحميات اللي اسمها ايه؟ مشرحة اللي عند الحميات خدوا ابنهم الحكومة طلعتهم خدوا ابنهم واحنا خدنا بنتنا هم كانوا عايزين ياخدوا بنتنا ويدفنوا هناك قلت لهم لا بنتي تدفن هنا في إسماعيلية عندنا مقابر هنا وتدفن واحد انت على بيت قال لي خلاص هات التسريح وهات الكفان وتعالي بعت ابوها واخوها وعمل عمتها وعملوا اللازم وراحوا جايبينها لي الفجر بيقول الله اكبر قبل العيد قبل صلاه الفاتحين وطلعت من الطرب من الجامع على الطرب تجري جري 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 طلعت تجري ما بقاش تجري وراها مين نجري وراها ماشي ماشي كان بيجري ما عرفتش اجيب جنبي سامحيني يا بنتي انا عايزه حق بنتي انا عايزه حق بنتي انا عايزه اعدام لبنتي انا عايزه لها اعدام انا عايزه لها اعدام لبنتي على لا برد قلبي معلش ياسمين سامحيني يا بنتي سامحيني يا دنايا دورت عليكي مش عرفت عرفتك ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش كنت بحسبك عايشه كنت بحسبك عايشه رحت له قبل كده مره وقلت له بنتي فين قال لي ما اعرفش روحي دوري عليها شوفي بنتك فين وهو ما اعرفش كان عاوز يخلص بقى وكان كده وخبى العيال مني ما رضيش يخلينا نشوف يعني عندها اربع اولاد في واحد منهم لكن كان ادهم عايش لكن كان ادهم عايش لما رحت بلغت عليه كان ادهم معايا راح الحكومه معاه لكن بعد كده لما بقى بعديها بعد امه بشهرين ولا بكام قالوا لي بقى ده ادهم مشي مش لاقيني يا ام ابراهيم قلت لهم طب ما تدوروا عليه هم في سكه امه اتابيه قتله جنب امه محدش شافهم هما بيقتلوا في البيت ولا هو ولا ابنها محدش حس باي حاجه الا الولد لما قال الا الولد الصغير لما قال قال امي هنا واخويا هنا يا عمه دينا لما عرفنا بقى يعني لنا الواد ما حكى ما كنتش عارفه حاجه كنت حتى امل ان بنت عايشه باي بلد لكن ما لقيتش بنت عايشه بنتي ما طلعتش من البيت خالص الا ما هو خلص كان بيهددها حالي. طيب قبل ما يقتلها او كده كان بيهددها كان بيهددها كان يقول لها كب على وشك ميه نار لو رحت عند ابوك وشكيتش ما طلقتش لا ما طل... لو قال لها لو اي حاجه لو تقولي اي كلام تقولي لاخواتي تقولي لي قال لاهلك بيهددها كان بسكينه إيه كده مره رحت لها زورها بقول لها ايه ياسمين رجلك وجعاكي من ايه يا بنتي قالت لي يما ده العيال بتكسر الخشب راحت الخشبه جت على رجليا ومسكت ادهم بره الله يرحمه راح قالت يا ادهم قلت له تعالى يا تيتا اديك 5 جنيه قال لي طيب يا تيتا قلت له يا ادهم مني ضرب امك يا حبيبي في رجلها والله العظيم مش هقول لحد قال لي ما تقوليش لابويا يا تيتا قلت له مش هقول يا تيتا بس قول قال لي ابويا كزربها بالفاس بالفاس؟ بالفاس في رجلها بالفاس بالفاس في رجلها مره لقى عينيها مره لقى رجليها مهددها تخاف تشكي اي كلمه بخاف تشكي اي كلمه تقولها عليه تخاف لان لما فات كده كان يقول لها كب على وشك ميه نار ممكن اكب على وشك ميه نار لو انت هتروحي في اي حته لو انت مشيتي هكب على وشك ميه نار في اي مكان ما بقتش عارفه اعمل ايه بقيت يعني خايفه خوف جامد خايفه علينا وخايفه على اهلنا بتطلبي بايه حاجة؟ طالبه بالاعدام طالبه اعدام لبنت طالبه اعدام وحالا واشوفه بعينيا عايزين حقها عايزين حقها دي اختها اختها هي بنت الاخوات انت شفتيها؟ انا شفتها لما جت اول مره ضربها جت علينا جت اشتكت يعني ما جتش اشتكت هي اتصلت بوالدتها وقالت لها انجديني لما جوزي ضربني جت هي وعيالها ولا لوحدها؟ هي لوحديها هربت ونسمت حلال طلعوها للطريق وركبوها وبعتوها على المنطقه قابلتها على البحر اتصلت بجوزها قالت له تعالى خد ياسمين ما جوزها ضاربها تعالى خدها ايه عندك بسوير خبيها شفت اختي هو مجرم يعني بيشرب شاي يعني الشاب هو اللي خلاه يعمل كده طبعا كان عايز فلوس طيب ولا ما كانش في وعي لما عمل كده شرب الشاب يعني يفضل يشرب مع اصحابه بعد ما يشرب ويملى دماغه طبعا هي تسد يعني هو يطلع يقعد فوق السور وما يحملوش الضربه الا بالليل
طول النهار ما ضربش فيها بيشتغل الشيب ضرب بالليل يقول لها انت دخلت وقفلت الباب عليكي مين اللي دخل معاكي جوه بيجي تهوائيه مين اللي انت طلعيني اللي دخل معاكي جوه انا شايفه هو بيخش طب بتربسي الباب ليه ده حكايه دي اختي بتحكي لي اختي جايالي صوابعها العشرة معمولين بالمبرد بارد لهم لغاية العظم ما بين خبطات في راسها بقوالب الثوب حاولتش تدخله وتتطلق منه وتعيش معاك ما كانش راضي كان قال لي في البيت اللي هلاقيه فيها هقتل اللي في البيت انا هذبح انا مش عايزها هي انا مش عايز جدتها انا عايز راسها انا عايز الراس بتاعتها بس اسيب لكم جدتها جت اختي قعدت عندي 15 يوم كانت خايفة خلاص صممت ان هي ما ترجعش لما لقت ان كل واحد قعد مع بيته وعياله اختي طلبت ان هي قالت لعمتها وعمامها انا عايزه ارجع لبيتي وعيالي انا كده ربنا رايد لي ان انا هعيش ربنا رايد لي هموت اختي جايالي طبعا تحت تهديد السلاح تسجيلات مكالمه تحت تهديد السلاح طفي سجاير في جسمها اعترف تهديد تسجيلات تحت تهديد السلاح دراعها دي متغزغزه بالمطوه طفي سجاير في جسمها خبطت في راسها بقوالب الطوب مناخيرها مكسورة طبعا خدناها ورحنا عملنا محضر باسم الفيش لما حكيت للظابط بقول اللي زي ده المفروض ان هو ما يعيش الظابط شخط فيا قال لي انت تسكتي ما تتكلميش سكت وخدنا ورحنا عملنا لها تقرير طبي ان في كسر في العظمة الانف طبعا ايه قفلنا المحضر على كده وقالوا لنا احنا هنعمل تحرياتنا وايه روحنا وفضلت قاعده عندي 15 يوم قالت انا عايزه ارجع لبيتي وعيالي يهديكي يا اختي قالت لو ربنا يريد لي ان انا اعيش لو ربنا يريد لي الموت انا هموت سواء هنا سواء بره سواء في بيتي هموت في وسط عيالي يا اختي طبعا جم اخواته قعدوا وعملوا فيها اخبار ومسؤولا مننا واحنا هنحميها واحنا هنحافظ عليها ما تخافيش عليها اختي روحت بقى زي ما هي واحده بتروح مع جوزها طبعا اتصلوا عليها حلوه يا اختي حلوه ياسمين حلوه كويسه ياسمين حلوه بطل طبعا انا اختي ياسمين ما شفتهاش من ساعه ما مشيت من عندي هفت عليا قبل العيد بثلاث ايام ان انا اتصل عليها عايد عليها بتصل عليها زي اي واحده بتعيد على اختها رد عليا ابنها بقول له ايه خالته عامل ايه قال لي حلو يا خالته هي ماما ما جاتلكيش قلت له لا يا حلت امك ماما ما جاتليش ماما ده ابنها اللي اتقتل ولا اتقتل لا امك ما تعرفش تجيلي لوحديها وكان متعلق بمامته قوي كان كل هو اللي بيمشي معاه في كل حته طب هو اللي هم اربعه الثلاثه اللي باقيين فين ماما كانوا موجودين ساعتها فين كانوا معاها كانوا معاه بس هو اخذ واحد منهم وقتله يعني اخذ واحد منهم وقتله طبعا العيالين الصغيرين واحده عندها كهرباء على مخ والعيل الصغير 7 سنين مش عارف حاجه هو قريبه لا مش قريبه غريب احنا كنا شايفه شغاله في محل وشافها في المحل ده وعجبها كان حب عرب الارامل وطبعا اتصلت على اختي وما شفتش اختي تاني شفتش اختها لما هي جايه لنا جثه طب انتوا لما غابت كنتوا شاكين انه عامل فيها حاجه احنا شكينا لان هو من تهديده ليها وكان ما عايش معاكوا عيد ولا كان مختفي برضو لا ما كانش احنا ما كناش انا كنت بروح له قلت له لا مش موجود من كتر تهديده احنا شكينا فيها وفعلا احنا شكينا ان هي مدفونه في البيت بس مش قادرين ان احنا نوصل لحاجه معناش دليل ان احنا وصلنا اخواته اتصلوا بوالدتي وقالوا تعالي تعالي الحكومه وتعالي خدي بنتي امي راحت وعمتها والاستاذ وابو وليد وابن عمتها راحوا عشان يجيبوها طبعا ما رضوش يجيبوها ولقوها ضربها ضربه في المقتل من هو يعني موتها احنا مش عارفين هو موتها ازاي وضربها ازاي وقتلها ازاي وعمل فيها ليه كده عمل فيها ليه؟ انت بتشك فيها ابعتها لاهلها واهلها يحاسبوها طب انت قتلتها طب عشان خاطر شكيت فيها قتلت ابنك ليه قتل ابني ليه قتلت ابنك ليه طيب ابنك عمل لك ايه عشان انت تعمل طفل صغير يعني عمل لك ايه عشان شافك وانت بتموتها حبيت تخلص يعني هو الولد شافها وهو قتل ولا عشان ما يعترفش عليه فربنا بيحب ان هو قبل ما يسلم نفسه للمصحه قال لابن الوسط الصغير محمد قال له خلي بالك من امك واخوك امك هنا واخوك هنا
طبعا عيل عايز يفرح زي اي حد ما بيفرح ليلة عيد بهدوم مش عارفه ايه. فقال عمه بقول له عايزين نجيب لك، عايزين نجيب ندور على ادهم يا محمد عشان نجيب له هدوم العيد. قال له تعالى يا عم.